شرح للمادة، بلش تشابتر 2. طبعا تشابتر 1 ما بهمنا. تشابتر 2 بحكي لي عن الفورس فيكتور، عن قوى، كيف نتعامل معهم كمتجهات. بس قبل ما نبلش احنا راح نعرف السكيلر والفيكتورز، هم اخذناهم هذول بالفيزياء. بس شو هاي سكيلر والفكتور عبارة عن إيش؟ لما نحكي إحنا مسكيلر ولما نحكي إحنا قيمة فكتور. لما نحكي قيمة سكيلر، سكيلر يعني شيء ما إله إلا قيمة، ما إله إلا قيمة يعني. وإحنا عنا تايم، وقت، وعنا مثلا ماس. هذول مثلا ما لهم الا قيمة، لهم اتجاه. يعني ما بنحكي مثلا 5 ثواني لفوق، 5 ثواني لليمين، 5 ثواني هاي اللي بتساوي 30. اول شغلة معنى السكيلر ومعنى الفيكتور. شو معنى الفيكتور؟ فيكتور يعني شيء له اتجاه ومقدار، اتجاه ومقدار. احنا الفورسز عندنا اكيد لهم مقدار، عندهم اتجاه، لانه عادي مثل ايدك لما تضربها بطاولة ممكن تضربها فوق، ممكن تضربها عمودي، ممكن تضربها مايلة كذا. دائما احنا بنعبر الفيكتور وحده الطول. وحده الطول كيف يعني؟ لو انا عندي اهم شيء، اول مصطلح لازم نعرفه والاول خاصيه من الفيكتور لازم نعرفها، لانه الطلاب الاسئله بخربطها، واحنا لما نحل اسئله شوفوا كيف. لو عندي هذا الفيكتور، ولو عندي هذا الفيكتور، لو عندي هذا الفيكتور، ولو عندي هذا الفيكتور، هذا سميته 5، هذا سميته 10، هذا راح اسميه سالب 10 مثلا، هذا راح اسميه مثلا سالب 3. تمام؟ يب. هذا قيمته 5، قيمته 5. يعني قيمته 5 يعني انه يعني مش انه له 5، لا، الطول تبعه عبر عن القيمه. مثلا هاي 10 5، مين الأطول؟ 10 أطول. بالتالي كل ما قلت قيمة المتجه ما كان طوله أقل، شرط لأنه إحنا مرات من الفورسز. إحنا بنضرب كمثال إنه العشرة والخمسة، مثلا العشرة أطول من الخمسة، فإحنا لما نرسم متجه نرسمه طويل. هاي سالب 10، شو معنى إشارة السالب؟ إشارة السالب يعني إنه عكس اتجاه الهاي، يعني العشرة هذول طولهم متساوي، بس شو اللي بيختلف؟ هاي سالب وهاي موجب. السالب يعني عكس الاتجاه، هاي سالب 3 وطوله سالب 3. فهي أول فترة نتعلم عن الطول. طيب في مصطلحات ثانية بتهمنا، مثلا لو عندي مثلا زي هيك محور X، وعندي هذا فورس طالع زي هيك، وعندي هاي زاوية اسمها ثيتا. هاي مصطلحات أساسية لازم كنا عارفها. هاي ثيتا، هسه هاي الثيتا من إيش مقاسة؟ عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة، مع محور X، مع محور Y، وهكذا. هاي الشغلات لازم احنا نعرفها. طيب لو سمينا هذا محور X البوزيتيف، وهذا محور Y البوزيتيف، بوزيتيف يعني موجب، Y نيجاتيف، X نيجاتيف، حكيت لك انه هاي الزاوية ثيتا، هاي الزاوية ثيتا لما تكون زي هيك، هاي معناها انه هاي تقاس عكس عقارب الساعة. يعني بمشي من محور X للسهم، كيف بمشي من X للسهم؟ بمشي هيك، بمشي زي هيك. هاي مالها؟ عكس عقارب الساعة، الساعة بتمشي هيك، الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، هيك بمشي بالعكس، الساعة 2، الساعة 1، الساعة 12. فعكس عقارب الساعة الزاوية ثيتا هاي عكس عقارب الساعة. طالما بدي اياها مع عقارب الساعة، كم بدها تكون مقدار ثيتا؟ راح تكون مقدار ثيتا اللي باللون الزهري زي هيك. هاي الزاوية مع عقارب الساعة، وهيك عكس عقارب الساعة. طيب شو هذا الشيء بيهمني؟ بيهمني انه مثلا احدى الأسئلة ممكن يقول لي اوجد القوة المحصلة والدايركشن تبعها مثلا مع عقارب الساعة مع اكس اكسس. لما يقول لي مع عقارب الساعة يعني بدي امشي بهذا الاتجاه، لما يقول لي عكس عقارب الساعة بدي امشي بهذا الاتجاه. طب ممكن يقول لي مع الواي اكسس، واي اكسس مع عقارب الساعة زي هيك، وعكس عقارب الساعة زي هيك. طيب دقيقة، هيك مبينة؟
إذا مش مبين يكون خلل من النت غالبا. في حدا مش مبين عنده الصورة؟ حدا يجاوب، اكتب على الشات أو شي. حدا مش مبين عنده الصورة؟ مبينة. تمام. فهيك عرفنا مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة فهمنا هذا الإشي، سواء بوزيتيف أو مع النيجاتيف. يعني النيجاتيف عكس عقارب الساعة، يعني زي هيك من هون هيك الزاوية. طيب نيجاتيف مع عقارب الساعة تكون الزاوية من هون. نادر ما نلاقي أسئلة ويحكي لي مع النيجاتيف أو مع الواي بوزيتيف أو كذا، بس إحنا للإحتياط لأنه الدكتور ما نعرف شو ممكن يجيب. بس أهم شيء نعرف مع عقارب الساعة كيف نمشي، نمشي هيك إيه هيك قصدي، عكس عقارب الساعة بنمشي زي هيك. راح تشوفوا بالأسئلة كيف هذا الإشي ممكن يجي هسه. طيب هيك عرفنا تقريبا السكيلر والفكتور. طيب وهذا اللي شرحته أول إشي، إذا هذا مقداره إيه، هذا مقداره 2a، يعني هذا ضعف هذا، والسالب إنه بالنص والسالب إنه بالعكس. طيب هسه إحنا بدنا عندي مجموعة قوى، بدي أوجد لهم قوة محصلة. كيف بدي أوجد لهم قوة محصلة؟ في عندي أنا أكثر من طريقة. طريقة البريليوم لو، أو البريليوم أو المتوازي الأضلاع بالمختصر، أو طريقة شو اسمه الكارتيزيان فيكتور، أو طريقة الفيكتور تحليل المتجهات. أنا راح أركز على طريقة متوازي الأضلاع شوي، يعني ما راح نتوسع فيها أكثر لأنه ما راح نستعملها أكثر من هيك. راح إحنا راح أعطي ملخص سريع إلها ونحل عليها مثل كثير، يعني ما راح نحل مثال على مثالين. طريقة متوازي الأضلاع، لو أنا عندي قوة بهذا الاتجاه، طبعا راح نمشي على رسمة الكتاب، بدكم رسم ثاني هسه بنروح على الأسئلة. لو عندي هذا الفيكتور الأول وهذا الفيكتور الثاني، بقول لي بدي أوجد لي المحصلة تبعتهم. لما يقول لي أوجد لي المحصلة تبعتهم، أول خطوة بعملها لازم إنه يكونوا راكبين على بعض. كيف راكبين على بعض؟ يعني بحط ذيل A على ذيل B. أغلب الأسئلة بالكتاب بيكون ذيلهم جاهز على بعض، فهاي هم على نفس الذيل. ثاني خطوة بيقول لي ارسم خط موازي من راس بي بيكون موازي ل A. كيف يعني؟ يعني إذا كأني أنا مسكت A حطيته على B، هيو هذا A حطيته على B، وكمان بيقول لي حط لي B حط لي إياه على A زي هيك. تمام، يعني هاي A الأصلي وهاي B الأصلي. شو بعدين بعمل؟ برسم خطين بيشبهوهم، خطين بيشبهوهم كل واحد على راس الثاني. يعني هاي راس A بحط عليه B، وهذا راس B بحط A. تمام، هيك رسمناه. بعدين بقول لي وصل خط بين مين ومين، بين البداية والنهاية، مديت خط طلعت هاي معي القوة المحصلة. طيب هاي كيف بدي أوجدها؟ هسه بقول لكم كيف نوجدها. أول خطوة عملناها، كوننا متوازي الأضلاع. كوننا متوازي الأضلاع هو عبارة عن الـ R، هي عبارة عن فيكتور A زائد الفيكتور B. فيكتور A زائد فيكتور B عبرناهم إنه كنا نحط راس على راس A حطينا ذيل B، وعلى راس B حطينا ذيل A، فكوني متوازي أضلاع أعطاني هاي A وأعطاني هاي B. ثاني خطوة، أول خطوة لازم أوجدها أوجد الزاوية بين الذيلين هذول. هاي الزاوية بدي أوجدها، هاي أوجدتها. كيف أوجدتها؟ مليون طريقة. كيف يعني؟ لو أنا عندي مثلا هاي المحاور، ممكن يعطيني هاي الزاوية 30 مثلا، يعطيني هاي الزاوية 60 أو 45. تمام، هاي ممكن سؤال مثلا بقول لي أوجد القوة المحصلة. إحنا مطلوب منا نوجد الزاوية بين A و B، بدنا مطلوب منا نوجد هاي اللي باللون الأصفر. طيب كيف بدي أوجدها؟ بكل بساطة، أنا بعرف إنه هاي 30، هاي 60، هاي ما بدي إياها. طيب أنا بعرف إنه هاي 45، طب قديش بدي أضل عن هاي؟ 45، لأنه الزوايا بين المحورين متعامدة 90، فهاي 45. فالزاوية بين متجهين كم؟ 30 و45، 75. فأول خطوة أوجدتها إيش؟ الزاوية بين متجهين، أوجدت هاي الزاوية 75. طيب شو بحكي لي متوازي الأضلاع؟ هاي قواعد عامة، يعني اكتبوها على ورقة أي مكان، تلاقوها بأي مكان، تلاقوها بالدوسية هون، تلاقوها هون عادي، كلياتهم هون، كل شيء بشرحهم تلاقوه هون، راح نشيك عليه هون وهناك. هاي A وهاي B، الزاوية بين 75. متوازي الأضلاع بحكي لي كل زاويتين متقابلتين متساويتين، يعني إذا هاي 75 مباشرة حط لي اللي قبالها 75،
تمام. طيب إذا هاي 75 وهاي 75، هاي بتكون متممة مثل 180، يعني هاي كم بدها تكون؟ 105. هاي كم بدها تكون؟ 105. طب كيف عرفت إنه هاي 105؟ يعني بديش أنا أحفظها زي هيك. طيب بدكش تحفظها زي هيك، شو بقول لك؟ بقول لك إذا هاي 75 وهاي 75، إحنا راح ناخذ لقدام مادة المساحة الزوايا للشكل الرباعي، مجموع زوايا الشكل الرباعي تساوي 360. تمام، مجموع زوايا الشكل الرباعي 360. فأنا إذا أنا معي لو سميت 360 بدها تساوي ال75 وال75، بده يظل الزاويتين مجهولات، لو سميتهم x زائد x زائد x زائد x. طيب ليش سميتهم الثنتين x؟ لأنه هاي الزاوية وهاي الزاوية متساويات، فإذا هاي x تكون هاي x. ف شو بكون عندي؟ 360 ناقص 150 تساوي 2 x، فإذا x تساوي 105. تمام، هاي الفكرة. كيف بدي افهم فهم مش حفظ؟ مثلا اعرف انه زاويه الشكل الرباعي 360، فاذا الزاويتين متقابلات معي اعرف اوجد واحده من اللي ظلوا، طبعا هم الثنتين متساويات من مجموع زوايا الشكل الرباعي. فانا لا، عاده لما اشرح للطلاب اقول لهم خلص مباشره هاي معي، خلص مباشره هاي اطرح 180 ناقص الزاويه هاي. طيب لما كونتها، لما اوجدت الزوايا الاربعه كلياتهم، انا حكيت المحصله بتكون زي هيك بين البداية والنهاية، هاي المحصلة. بس أنا معي هاي الزاوية، تمام، معي هاي الزاوية ومعي مقدار A ومعي مقدار B. طب ليش هذا مقدار B؟ احنا قلنا أصلا المتجه أطوال، فإذا هذا طوله هيك وهذا طوله هيك وبنفس الاتجاه، معناته إذا هاي 5 بتكون هاي 5، نفس الفكتور، لأنه نفس الطول نفس الطول. فإذا إذا هاي A بتكون هاي A، إذا هاي B بتكون هاي B. فأنا معي A و B والمحصلة مجهولة ومعي هاي الزاوية، بقدر أستعمل قانونين أخذناهم بالصف العاشر، اللي هم قوانين الساين وقوانين الكوساين. بروح على قوانين الساين والكوساين. وين قوانين الساين والكوساين؟ اختفوا. قوانين الساين والكوساين هايهم. بحكي لي الضلع سي هذا شو بيساوي؟ بيساوي، ليش ارسم؟ ما بديش التزم برسم الكتاب، تعجب شوي. الزاوية سي، بحكي لي لو انا عندي مثلث زي هيك، عندي مثلث زي هيك، عندي مثلث زي هيك، هذا مثلث، قال لي هذا A وهذا B وهذا C، وقال لي الزاوية ثيتا، تمام؟ قال لي هاي ألفا، وقال لي هاي جاما. حكى لي مثلا وجد لي الضلع سي، وجد لي الضلع سي، بقول له سي بيساوي جذر التربيعي. لا، الضلع هذا تربيع زائد الضلع هذا تربيع ناقص 2 A في B في كوساين الزاوية المحصورة بينهم، في كوساين الزاوية المحصورة بينهم، يعني A و B الزاوية المحصورة بينهم، بقدر أطلع الضلع المقابل. فهذا الإشي المحطوط هون، C يساوي A تربيع زائد B تربيع ناقص 2 في A في B في كوساين الزاوية C، في كوساين الزاوية C. هذا قانون الساين، قانون الكوساين قصدي. قانون الكوساين شو بحكي لي؟ إذا بدي أوجد R، بدي أوجد R، بقول له أنا معي باخذ هذا المثلث، هذا المثلث الأول تربيع الثاني تربيع ناقص الأول في الثاني في 2 طبعا في كوساين الزاوية اللي بينهم اللي أنا طلعتها، اللي أنا طلعتها. طبعا في قانون ثاني لما عملت الكويز وحكيت للطلاب حلوه اخترعته يعني، بس ما راح نلتزم فيه دائما، هو بقدر اجيب الاشي على النظر مع الامثله راح اشرحه، لانه شرح زي هيك ما بكون منطقي، ما راح يكون مفهوم شوي. تمام، فهيك احنا عرفنا متوازي الاضلاع. هذا متوازي الاضلاع لمثلثين متعامدين او لمحورين متعامدين. طب لمحورين غير متعامدين شو بعمل؟ الاشي بسيط كثير، ممكن يعطيني مثلا هذا محور يو وهذا محور في، هذا مش متعامدين يعني الزاوية بينهم مش 90، فبيعطيني قوة اف، بيقول لي هاي اف حلل لي اياها على يو وحلل لي اياها على في. كيف بحللهم؟
بكل بساطة بعمل متوازي أضلاع، بمد من يو باتجاه في وبمد من في اتجاه يو، والمحصلة هاي بطبق قوانين الساين والكوساين وبطلع كل التكملة مع الأمثلة اللي رح نحل عليهم. فهاي وقانون الساين شو بيحكي لي؟ قانون الساين مشان أوجد الزوايا بقول لي ساين الزاوية على الضلع اللي قبالها يساوي ساين الزاوية على الضلع اللي قبالها يساوي ساين الزاوية على الضلع اللي قبالها، أو العكس، الضلع على الساين يساوي الضلع على الساين يساوي الضلع على الساين، نسبة وتناسب ما بفرق معي. هاي أول طريقة اللي هي متوازي الأضلاع، كيف بدي أتعامل معها؟ هذا الدكتور هذا المثال شرحه كثير الدكتور، وأنا شرحته مرتين وثلاث، وراح أشرح مرة رابعة، راح نشرح أمثلة غيره، مع إنه كثير كثير يعني هذا انشرح، بس إحنا بنشرحه مشان اللي ما كان يحضر مع الدكتور أو ما حضر فيديوهات سابقة. بحكي لي هذا السؤال، بيقول لي بهذا الفقر في عندي قوة 100 وعندي قوة 150 وعندي زاوية 10 وزاوية 15، بقول لي حله. طبعا بقدر احله على التحليل اللي راح ناخذها كمان شوي، ونقدر نحله على متوازي الاضلاع. انا بدي احله متوازي الاضلاع لاني بعدني مش شارح متوازي الاضلاع. طيب السؤال شو بحكي لي؟ عندي هذا محور اكس وعندي هذا محور واي، وبحكي لي هاي الزاويه 15 وهاي الزاويه 10، انا بدي احله متوازي الاضلاع. اول خطوه متوازي الاضلاع شو قلتها؟ خلي الذيلين على بعض، الذيلين على بعض هي موجودين الذيلين على بعض عند نقطه الاصل، فما في داعي اكمل. طيب ما في داعي اني اغير المتجه، ما في داعي اني اركبه مره ثانيه وكذا. ثاني خطوه شو بيقول لي؟ بيقول لي حط الاول على الثاني، يعني هاي العشرة حطها بشكل موازي على ال 100، ال 150 قصدي، 150 حطها بشكل موازي على هذا، ومن هذا حط لي موازي للاول. هذا موازي ايوه، طبعا هو تقريبا موازي يعني. عملتها شو ثلاث خطوه بقول لك؟ مدلي من البدايه للنهايه خط، هاي مديت خط، هاي اول خطوه عملتها، عرفت اكون متوازي اضلاع. كيف بكون متوازي اضلاع؟ سهله، من كل راس مد القوه الثانيه، يعني ال 150 مد من راسها ال 100 وال 100 مد من راس ال 150 واوصل بينهم. ثاني خطوه بحط القوى، اذا هاي 150 هاي بدها تكون 100 ليش؟ انها موازي ال 100، فهاي 100 وهاي كم؟ 150. طيب ظل الزوايا، الزاويه بين المتجهين كم؟ الزاوية بين المتجهين مش معي، بس أنا بدي أجيبها. إذا هاي 15 وهاي 10، طيب وأنا بعرف إنه هاي كام من 90، شيل من 90 10 و15 كم بضل؟ هاي الزاوية كم؟ الزاوية 65، هاي الزاوية كاملة 65. أغلاط الطلاب بروح بنصف لي هاي، بحط لي هاي مثلا 32.5 وهاي 32.5، غلط، هاي الزاوية مش نص ال 65، هاي مش ساي، مش متساويات، نادرا ما يكونوا متساويات الا اذا القوه متساويه، يعني اذا هاي 100 وهاي 100 بيكونوا متساويات، بس هاي مش متساويات. ف شو بنعمل؟ هذول الزوايا ما بعرفهم، عشان هيك انا كنت اكون متوازي اضلاع مشان اطلع الار طريقه ثانيه. فهاي 65 مباشره بقول انه هاي 65، بعدين بقول 180 ناقص 65 يعطيني 115، فاذا هاي الزاويه 115 وهاي الزاويه 115. كيف جبناها؟ نفس القانون اللي حكيته قبل شوي، 360 تساوي 65 زائد 65 زائد x زائد x، فمباشرة x تساوي 115، فx 115 عرفت انه هاي 115 وهاي 115. طيب طلعت الزوايا، ناخذ احدى المثلثين، ناخذ يا اللي على اليمين او اللي على اليسار، كله ما بيفرق، بس لو بدي امسح الرسمين خربيشة كاملة. أنا بدي أوجد المحصلة، المحصلة قلنا هيك شكلها، هيك المحصلة بدي أوجدها دائما. مثلا هون ما حدد لي من وين، بس فرض أنا دائما الأوريجن عندي أخذها مع إكس عكس عقارب الساعة، بدي أوجد هاي الزاوية، بدي أوجد هاي الزاوية. طيب أنا ما معي هاي الزاوية، أنا ما معي هاي الزاوية، أنا بدي أطلع معي 15، طلب بدي أطلع هاي الزاوية الصغيرة، فليش أخذ المثلث الكبير وأصير أطرح 65 ناقص هاي الزاوية يعطيني الزاوية المتبقية وكذا؟ لا، أخذ المثلث اللي تحت اللي هو هذا، وأخذ المثلث هذا مباشرة بطلع هاي الزاوية من قوانين الساين وبزيد عليها 15 يعطيني الزاوية الكلية. تمام؟ طيب إحنا كوننا متوازي أضلاع، كوننا مثلث كان زي هيك، أقول لك نرسم الرسم مرة ثانية عادي، هاي 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 زي هيك، هاي الزاوية 115،
وهاي الزاوية 115 أكيد، وهاي الزاوية، هاي القوة 150، وهاي القوة 100. إيش بعمل أنا؟ زي هيك طبعا، تمام. فباخذ إحدى المثلثين، باخذ مثلا اللي على اليمين، قلنا ليش على اليمين؟ أسهل لي مشان أطلع المحصلة. هاي R، وهاي القوة 150، وهاي القوة 100. طيب هاي الزاوية كم؟ هاي الزاوية ألفا، ما بعرف كم هي، وهاي الزاوية 115، والزاوية اللي فوق برضه ما بعرف كم هي، سميها بيتا مثلا. تمام. هسا معي ضلعين وزاوية محصورة بينهم، بقدر أطلع الـ R. الـ R كم بدها تساوي؟ تساوي الجذر التربيعي، الأول تربيع زائد الثاني تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني في كوساين 115. هيك بطلع قيمة الـ R. ما خلص السؤال، أنا بده دايركشن، بده دايركشن. شو بعمل؟ أنا بدي الزاوية، أنا بدي الزاوية، أي واحدة فيهم، أنا بدي الزاوية هاي، وأنا معي هاي 15. فأنا إيش بعمل؟ بدي أطلع الألفا، بزيد عليها 15، بطلع القوة تبعت الـ R. كيف بدي أطلع الزاوية ألفا؟ بكل بساطة بطبق قوانين الساين. ساين ألفا على اللي قباله، شو اللي قباله؟ هيو 150 بده يساوي ساين ال 115 على مين؟ على اللي قباله، شو اللي قبال 115؟ ار، ار كم؟ طلعت ار. فايش بتطلع معي؟ بتطلع معي الزاوية ألفا، بزيد عليها 15، بطلع قوة المحصلة. هاي فكرة السؤال. طيب أنا لما حليت الكويز قلت لكم في قانون ثاني، القانون الثاني شو بقول لي؟ القوة R تساوي الجذر التربيعي لل 150 تربيع زائد 100 تربيع زائد بدل الناقص 2 في 150 في 100 في كوساين المتممة، كوساين المتممة إيه 65، كوساين 65. طيب هذا القانون من وين اجى؟ بكل بساطه بقدر اقول لك انه لما احنا كوننا، لما كوننا متوازي اضلاع، كنت اقول لكم انه هاي الزاويه 115 هي عباره عن 180 ناقص الزاويه اللي بين المتجهين اللي هي 115. تمام. طيب انا بعرف من قوانين الرياضيات انه كوساين 65 يساوي سالب كوساين 115. فأنا لو معي الزاوية بين المتجهين، لو معي الزاوية بين المتجهين، خلص ليش أنا أرسم متوازي أضلاع؟ خلص الزاوية بين المتجهين، الأول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الزائد من وين أجت؟ القانون الأصلي ناقص، القانون الأصلي ناقص. وهي 65 لو أحطها كوساين 115، كوساين 115 يساوي سالب كوساين 65، ف بتنعكس الإشارة وتتغير الزاوية. هاي كل الفكرة، الفكرة أنه أنا بس عكست الإشارة وغيرت الزاوية. فأنا دائما أي سؤال بالكتاب لو مع الزاوية بين المتجهين بقدر أطبق هذا القانون مباشرة بدون ما أرسم توازي أضلاع، بدون ما أرسمه. تمام. ما بنصح تستعملوه كثير، مش لكل الأسئلة، هي لكل الأسئلة بس مش للمحاور المتعامدة. ممكن تخربط بإيجاد الزاوية. يعني احنا بهمنا نرسم متوازي اضلاع، بهمنا نرسم متوازي اضلاع، بس شو المشكله؟ ليش احنا نرسم متوازي اضلاع؟ عشان نوجد الزاويه الدايركشن. بس لو ما طلب مني دايركشن بنصحك تستعمل هذا القانون بسهوله، برأي حالي متوازي اضلاع. اما يطلب مني دايركشن وما ارسم متوازي اضلاع واستعمل هذا القانون، يعني بضيع حالي وقت على الفاضي. وبتقدر تحل المتجهات 100% بالشر. هذا القانون إذا بتحبوا تستعملوه استعملوه، اللي هو الأول تربيع زائد الثاني تربيع زائد بدل الناقص وبدل ال 115 بستعمل الزاوية بين المتجهين. بستعمله إذا طلب مني قوة محصلة ووقف، طلب مني دايركشن لا برسم متوازي أطلع وبحل، لأنه الدايركشن بهمني. راح استعمل قوانين الساين واستعمل قوانين الكوساين. طيب إحنا ما راح نحل كمان مثال على متوازي أطلع، راح نحله، نحل هذا المثال بنحله على اليو والفي، وبعدين نروح على أسئلة من الفندمنتال بروبلم أو من أسئلة معينة.
طيب عندي هذا السؤال، سؤال زينخ شوي، بيقول لي resolve the horizontal force اللي هي 600، هاي 600 قوة أفقية، هاي القوة 600 أفقية، لو اعتبرنا هاي قوة محصلة واليو والفي مركبات، بيقول لي حللهم. فأنا بعتبر 600 محصلة، يعني أنا بدي تكون هي نهاية متوازي الأضلاع وبدايته. طيب قال لي أوجد القوة المركبات يو والفي، هذا بدي أوجدهم، كيف أوجد؟ أنا أقول دائما بمد من رأس اليو بمد فيه، هاي وبمد من اليو زي هيك، تمام. ليش عملت زي هيك؟ بمد أنا يعني خلص من اليو بمد موازي لفي، ومن الفي بمد موازي ليو، هيو موازيات لبعض. وطبعا في شغلة إنه هاي يعني امتداد بعض وهاي امتداد بعض، فأنا هيك أنا كونت متوازي أطلع. إذا أنا معي الزاوية هاي كاملة، ثم الأسود إذا معي هاي الزاوية كاملة 180، شلي منهم 60 بضل 120، كم بضل؟ 120. السهري بضل 120، كيف جبتها؟ 180 ناقص 60، إذا هاي 120 بكل بساطة كونهم متوازيات لبعض بالتبادل أو بالتناظر، هذول ما بعرف شو اسمهم بالضبط، هاي 120، فإذا هاي 120 وهي 30 بتضل هاي 30، فكونت مثلث، كونت مثلث، هاي المثلث عندي 600 هي المحصلة، أخذت المثلث اللي فوق بس، بقدر أخذ اللي تحت ما يفرق معي، قال لي هاي 600 وهسه بعدين اف اليو، ليش اف اليو هذا مكانها؟ ليش هذا مكان اف اليو؟ لانه هذا محور يو، هذا محور يو وهذا محور في، وهذا محور في، والزوايا معي، بطبق قانون الساين، بطبق قانون الساين وبمشي. هاي قانون الساين، اف يو على ساين 120، اف يو على ساين 120، بعدين اف في، ألف مية عصاني 30 أو 600 عصاني 30، في عصاني 20 600 عصاني 30 أو في عصاني 30 600 عصاني 30، أطلقت حل السؤال. في أمثلة كمان، هذا بنرجع له، هذا المثال، هذا المثال كثير 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 سألوني عنه، ليش الزاوية 90؟ طيب يقول is required that the resultant force acting on the eye bolt، eye bolt اللي هو هذا اللي زي الخاتم اسمه eye bolt، قال لي directed to the resultant force مالها directed along the positive x axis، يعني قال لي على ال positive x axis هي القوة المحصلة، يعني هو أعطاني اتجاه القوة المحصلة، قال لي إذا قيمة ال F2 بدي إياها minimum، minimum magnitude، قال لي أوجد الزاوية ثيتا، أوجد مقدار القوة. طيب إحنا طريقة متوازي الأضلاع زي ما حكينا من مد، هذا هاي فورس وهاي فورس، من مد من اف 2 مقدار اف 1، ومن اف 2 بمد من راس اف 1 بمد اف 2 زي هيك، بس هسه اف 2 هي بزاويه ثيتا مجهوله، ما بعرف كم الثيتا، فانا الثيتا ممكن تكون معي هيك، ممكن تكون معي هيك، ممكن تكون معي هيك، تكون معي هيك، ممكن تكون معي هيك، ما بعرف كم الثيتا مجهوله، عندي مليون احتمال، بس هو اعطاني معطى، معطى كثير حلو، انه هي على البوزيتيف اكس اكسس، فانا لما بدي اعمل مثلث واوصل بين بعض لازم تكون عندي هاي الاف 1 تكون عندي الاف 2، حكى لي مينيمم، قال لي مينيمم، شو يعني مينيمم؟ يعني اقل مقدار. طيب احنا اول ما شرحنا التشابتر انا شرحت بدايه التشابتر قعدنا 5 دقائق على الطول وما طول عشان هذا السؤال، حكى لي اذا هذا مقداره 10 هذا مقداره 5 هذا مقداره سالب 5 مثلا، طيب ليش عملت هيك؟ طيب وطلب مني مينيمم، مينيمم يعني اقل طول، يعني بدي اقل طول ليلمس لي المحصله، طيب شو اقل طول ليلمس لي المحصله؟ اذا عندي المحصله زي هيك وعندي هاي اف 1، شو اقل طول بلمس لي المحصله من راس اف 1؟ اقل طول بلمس لي اياه اللي هو المسافه العموديه، دائما اقل طول هي المسافه العموديه، زي الفيزياء بالزمانات كان عندي مسار مستقيم زي هيك، عندي زي هيك، وعندي زي هيك، كل يمين اقل طول، المسافه المستقيمه هي اقل طول، المسافه العموديه، المسافة العمودية، تمام. فليش أخذنا زاوية 90؟ أخذنا زاوية 90 هي هاي هيك، فهاي هي الثيتا، ليش أخذناها؟ لأنها أقل طول، أي هو رسم لك هون ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، فالمثلث المناسب إنه تكون هاي الزاوية 90، فأنا خلص معي 90 ومعي هاي الزاوية 60 وهي 800، بطبق قانون الساين والكوساين.
بطبق بخلص القانون. طيب هذا السؤال قال لي أوجد الماجنيتيود للفورس F. إذا الماجنيتيود للاف ار دايركتد along ذا واي اكسس، قال لي اذا بوزيتيف واي اكسس، ننتبه كلمه بوزيتيف ونيجاتيف، حكى لي اذا المحصله على الواي اكسس يعني المحصله هون، قال لي وجد لي قيمه اف، فانا ايش بعمل؟ بمد من اف 200 وبمد من 200 اف، صار معي توازي اضلاع. طيب لو ما اعطاني القوه اف بقدر احل السؤال؟ بقدر اقول لك لا. ليش ما تقدر تحل السؤال؟ ما تقدرش تحل متوازي الاضلاع، تقدر تحله على المتجهات. ليش ما بتقدر؟ لانه هاي الاف ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك. طيب انا كم كيف بدي اعرف اف او المحصله كم بدها تكون؟ حتى ما بقدر لو ما اعطاني اتجاه اف ما بقدر اوجده على المتجهات، بطل خربطت. دائما لازم يكون عندي اقصى شيء مجهولين، اكثر من مجهولين مستحيل احل السؤال. طيب كيف بدي اوجده؟ فهو اعطاني معطى انه الزاويه منطبقه على الواي اكسس، فهو لما اعطاني هاي المحصله وهاي ال 200 هي عباره عن اف والاف 200، فتكونت متوازي أضلاع، صار بإمكاني أعرف كم الزوايا. إذا هاي 30 وهاي 45 تكون هاي 60، إذا هاي 60 مباشر 60 و45 105، فهاي 100 فهاي نفس الشيء 60 و45 هاي بدها تكون كم؟ 100. 60 و45 105، المتمم لها 75، فهاي 75 وهاي 75. فباخذ إحدى المثلثات وبحل، أخذت هاي المثلثات. طب ليش هاي الزاوية؟ ليش هاي الزاوية 45؟ بكل بساطة بالتبادل، تمام؟ تبادلوا بعض، هاي 45 هاي 60، فأخذت إحدى المثلثين وحلت. طبعا أيوة اف اف ار بخلص السؤال، واضح حليناه. طيب شو بدكم أسئلة معينة من هون؟ هذا السؤال موجود بالدوسية، بجوز أغلب الطلاب، أو لو بدنا نشيك على الدوسية زي هيك، شابتر 1 ما بدنا إياه، شابتر 2 هذا الشيء اللي شرحته مع عقارب الساعة 10 عقارب الساعة، هاي الشغلة ما شرحتها من الزاوية 40 هيك اتجاهها، هذه سهلة، هاي متوازي الأضلاع كيف ببلش فيهم، رأس رأس وذيل ذيل، وهذا زي المثال اللي شرحته قبل شوي، هاي قانون الساين والكوساين، هاي سالب، سالب مش موجب، إيه هذا الأف يو والأف في. المتجهات هسه بنشرحها، هاي الأمثلة، هذا المثال، هذا المثال كيف هاي الرسمة أجت، هذا المثال كثير كثير ناس سألوني عنه، طيب لو بدي أروح، هي هذا المثال، سبحان الله أجى عندي، هذا المثال كيف رسمت؟ إحنا نعتبر قبل شوي محاور يو في، هذا المحور أي بي مش متعامد على أي سي، كيف بدي أوجد حل هذا السؤال؟ بعتبر أف في المحصلة. قال لي اذا اف مختاره 350 او 500 هذول السؤالين ما بيفرق معي. طيب انا ايش بعمل في الحاله؟ انا بدي ارسم، بدي اكون متوازي اضلاع. كيف بدي اكون متوازي اضلاع هذا السؤال؟ انا بضل اهبط، بضل اهبط مد خطوط زيادة للاي سي زيادة للاي بي، هاي مدات خطوط زي هيك. بدي اكون متوازي اضلاع، راس الاف مد راس متوازي لاي بي، الاي سي من راس اف راس موازي للاي سي، هاي متوازي اضلاع، هاي متوازي اضلاع. طيب اذا هاي الزاويه 30 تكون هاي 60، فاذا هاي 60 وهاي 45 قديش بضل هون؟ 75، 75 اوجدت الزاويه بين متجهين 75، يعني بين اي بي واي سي 75. طيب اذا هذا هو اي سي وهذا اي بي، فاذا هاي الزاويه الصغيره، هاي الزاويه الصغيره هي 75. طيب ولو انا هذا محور اكس وهذا خطأ، طبعا عجقت الرسم كثير بس ما فيش أوضح من كده. فإذا هاي الزاوية 30 تكون هاي الزاوية الكبيرة، هاي هاي الصغيرة، هاي هاي الزاوية 60، هاي الزاوية 60 مرسومة زي هيك ولا لأ؟ مرسومة 30. أنا هاي الصغيرة، الصغيرة هي عبارة عن الرسمة المصغرة هون، الرسمة المصغرة اللي هون هي عبارة عن هاي، هاي مش واضحة شوي بالدرجة هون. تحت هون الفيديو هذا السؤال حد عنده فيه مشكلة أربعة هيك؟ تقدر تعيد يا محسن عشان مش عارف كيف أرسم بي. حكيت لك مد المحصلة صح؟ المحصلة طب محور AC طب محور AB، كاري هاي F
أنا بعرف متوازي أطلع، لازم يكون عندي مهتين ومتوازي زي هيك، موازي لهاي موازي لهاي، وهاي المحصلة صح ولا لا؟ هاي أف، هاي أف. طيب أنا هيك بدي متوازي أطلع شكله. طيب هذا كيف بدي يكون متوازي أطلع؟ نفس الشيء، من هذا الخط، هذا أي بي، هذا أي بي، بدي يكون عند راسها، هاي راسها أي بي، هيو هاي أي بي. طيب وهاي إيش؟ هاي أي سي، هاي أي سي، وهاي اف، اف اعطانيها عموديه، زاويه عموديه يعني. طيب الزاويه بين متجهين هاي كيف بدي اطلعها؟ اذا هاي اي سي بدها تكون هاي اي سي. طيب الزاويه بين المتجهين كم؟ ما بعرف، كيف بدي اعرفها؟ طيب اذا انا مع الزاويه بين المتجهين هي هاي، طب هاي بقدر اطلعها؟ راح اقول لك اه، اذا هاي 30 بدها تكون هاي 60. طيب اذا هاي 60 وهاي 45 وهذا عباره عن مثلث، كم بده يظل؟ 75. فالزاويه بين اي بي واي سي التقابل بالرأس أو السوالف زي هيك، هاي نفسها هاي كم تتكون؟ 75. طبعا الزوم ضايله دقيقة وبخلص، بترجعوا تفوتوا على نفس الرابط. فخلص هاي الرسمة، هاي 75. طيب هاي الزاوية كم؟ هذه هاي هاي مثلث. إذا هاي 30 كم هاي بدها تكون؟ 60. بس وإذا هاي كاملة 105 بتكون هاي 45. هاي كل فكرة السؤال. رسمته كثير عجقة بس أخليتها في الرسم. الزوم راح يطفي، فوتوا على نفس الرابط وبنبلش بعد بدقيقتين.